الأئمة التسعة من ذرية الحسين سلام الله عليهم ترى ابتلوا بابتلاءات، هاي الابتلاءات ورثوها لمن؟ لحملة علومهم، لنوابهم، لشيعتهم المخلصين. هاي الابتلاءات شنو؟ ابتلاءات بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، اجت الدولة الأموية وسيطرت على الوضع ومارست حرب تجويع وقهر وظلم على أشكاله وألوانه. ثم بعد ذلك اجوا بنو العباس وسووا لما يتسوى فذائح، فكانت جماعات الشيعة يلجؤون إلى أئمة الهدى سلام الله عليه. شنو وظيفتنا؟ يقولوا لهم صلوا، صوموا، أدوا الزكاة، حجوا البيت، تصدقوا، صلوا أرحامكم. نريد فتشي يأثر. وينكم أنتم عن الوضع السياسي؟ أين أنتم من الوضع العسكري والأمني والاقتصادي؟ مو أنتم خلفاء الله في الأرض؟ ليش ما ترفعون الظلم والقهر عنا وهذا الجلاد يلهب ظهورنا؟ ما يتحملوا. والأئمة سلام الله عليهم هذا تكليفكم، كف. ورد في كثير من الروايات مثل هاي المحاورات بين الأئمة وبين حتى خواص أصحابه، ولذا كان قسم ينشق لأنه بتلك الظروف يجي فت شاب نزق طائش عنده حماس أجوف، ما عنده بعد نظر، ما عنده وعي للإمامة ومقام الإمامة، ما عنده وعي للتكليف، ما عنده وعي للرسالة، وإن كان من ولد علي وفاطمة سلام الله عليهما، يعني من أبناء عم الأئمة، ويشيل الراية ويصرخ بالجماهير وخطابات حماسية وينطلق من الأسى الذي تعيشه الأمة في ثورات متكررة على أنه يريد ينتشلهم من واقعهم المزري، وعلى أنه هو المتحرك وهو الناطق وهو الشجاع وهو المقدام. لكما هو الحال في الباقر والصادق والكاظم والرضا وأبنائهم المعصومين، هذول يردون الحياة، هذول مدى يقدمون حلول جذرية لكم، هؤلاء قد آثروا السلامة، فقوموا فهبوا. فاستخف قومه فكانوا المحاضير العجلة الهالكة، هلكت المحاضير وما سووا إنجاز. أصلاً القاعدة مقابلة، ولا القائد قابل لأن يكون مصلحاً حقيقياً، لا يمتلك المؤهلات. فشنو كان هالشكل؟ يأتي إليه ويقول أحدهم، يستحث الإمام سلام الله عليه، يقول له الإمام: يا فضيل، أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا الجنة؟ ثم تلا هذه الآية اللي هي: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت تريد تكليفك له هواك، هذا دار الامتحان، أنت عبد الله لو عبد شخص آخر. إذا تكليفك فهذا هو تكليفك، وما مطلوب أكثر من ذلك. والآن شخصت تكليفك، طبق. والسعادة الأبدية هي الغاية المنشودة لكل إنسان. وكثيرا ما اتهم وأوذي أهل بيت النبوة من وراء هذا الثبات وهذا التكليف، لأنه الناس غالبا تقيس القضايا بعقولها القاصرة الناقصة، ما واصل إلى درجة الرشد. انتوا تشوفون إشاعة من هنا وإشاعة من هناك، تقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، ماكو ثبات، ماكو وضوح رؤية.